الف هي عش النسخ وهذا الاصل. خير ابو سليم طمنا. ما في شيء يا رجل، اخذ رايي بمشكله عائليه وبس. تفضل استاذ فرحان دورك. انا؟ ايه طبعا تفضل. ادخل. يعطيكم العافية استاذ. دب سيدي يعطيكم العافية. حيوان آسيوي. أهلا. مرحبا سيدي. الأستاذ طلال قال لي إنه سيادتكم طلبتموني. إيه أنا طلبتمونك. وصلت. أستاذ ممكن أعرف ليش طلبتموني؟ تعال عندي تعال تعال لك تعال. حاضر استاذ. اذا عرفت شو هالكلمة بقول لك ليش طلبتك. شو هي استاذ؟ مرض معدي من 8 حروف. تاني حرف نون استاذ مو هيك؟ مزبوط. انفلونزا سيدي. انفلونزا. ان اف ال او ان از ا. مزبوط. في الوزة يبدو انه عندك اهتمامات طبية. الك شيء قرايب مطهر انت شيء؟ شبك ما تجاوب. ما عندك اهتمامات طبية؟ يلي بتشوفه سيدي. اللي بشوفه انه ما تضيع وقت العمل بحل الكلمات المتقاطعة وتعطل معاملات المراجعين. امركم سيدي. ممكن اسأل سؤال سيدي؟ تفضل. ممكن اعرف مين اللي قالكو سيدي؟ العصفورة. العصفورة سيدي؟ ايه اعص اف او اف ات. عصفورة من 6 حروف. ما بتعرف انا انه في عندي عصفورة بتجيب لي كل اخبار الموظفين؟ ما دريت سيدي بس هلا صار عندي خبر. بتريدني اقول لك شو نقلت لي كمان العصفورة عنك؟ شو نقلت لكم سيدي؟ نقلت لي انك كذبت على احد المراجعين وقلت له انه رئيس قسمك كان عندي وانا لا شفته ولا شافني. حصل هالشي ولا لا؟ حصل. حصل سيدي حصل. صدقت انه في عندي عصفورة؟ صدقت سيدي. ها من هلا ورايح ما بدي العصفورة تنقل لي عنك الا كل انبص طيب. ام اف اه او ام. مفهوم؟ مفهوم سيدي مفهوم. مع السلامة. الله يسلمك سيدي. السلام. تفضل استاذ طلال. يسلم. شو شايف اليوم حابك؟ انت ادرى ابو صالح. كيفك انس امان؟ اهلين. خير استاذ فرحان. شو بده المدير العام؟ لا 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 ما في شيء ما في شيء. يعني في كم كلمة مع صلجين معهم كلمات متقاطعة حلنا إياهم ومشي الحال. بس هي بس. كيفك استاذ طلال؟ اهلا استاذ فرحان. الله يخليك يا رب. الله معك. تفضلي ست فاطمة. ايه. يعطيكم العافية سيادة المدير. أنا فاطمة مرو سيدي. كنت أخذ رأيك بشغلة أخت فاطمة. برأيك هيك الريب بكفي ولا أشتغل لي الدورين الرخار؟ أشتغلوا لكم كم دور كمان سيدي. إيه وأنا هيك عم أقول لحالي كل ما عرض الريب كل ما حلي. كمان بدي أخذ رأيك أنا بشغلة تانية. تفضلوا سيدي. مرتي داخل أمن السادة جاي على بالها كنزة جاكار. عم قول يا حالي يا بنت يعني هذا اللون يا حاله أحلى
ولا الاسود معه؟ انا عم اقول الاسود بيقتله، انت شو رايك؟ شبك ما تردي. شو بدي اقول سيدي؟ شو بدي اقول؟ يعني معقول سيادتكم تشتغل بالصوف؟ معقوله ليش لا؟ قلتي حالي الوزير تبعنا مسافر عنده شهر عسل، ورفقاتي المدراء العامين كلهم قاعدين بلا شغل. قلتي حالي يا مدير اشتغل لك شوي شي كنزه احسن مالك قاعد بلا طعمه. بس يا تقولي لي حدا اني انا عم بشتغل بالصوم تفضحيني. اه بس ما جاوبتيني، هيك احسن ولا مع الاسود؟ توبه سيدي توبه، بحياتي ما عاد اشتغل صوف بالمديريه. كيفك يا طارق؟ الحمد لله. انت مها كيفك؟ شو طبخ بيت ولا جاهز من السوق مثل العاده؟ طبيخ بيت وحياتك. ما بسد خلص، احنا نصب لك شربه. تفضل هات ماما. ما تكثر الجنان. ايه تكرم يا حبيبي. اسلموا ايديك. صحة وهنا. وبعدين اسمعوا لها، كل أكلة بدك تدولا أو فيها ليمون ما بتقعد جنبي. حاضر بابا. هدي حبيبي. شلون؟ إن شاء الله عجبتك. انت اللي طابختيها؟ المهم عجبتك ولا لا؟ طيبة كثير. صحتين وهنا. عجبتكم ماما؟ يسلم ايديك يا ماما. صح وهنا. بتريدوا شيء ثاني؟ لا شكرا. لا شكرا. إذا اعطيتنا شيء من ناديلك. منو هي؟ مين بدها تكون؟ شغالة. شغالي. ومنين جبتيها؟ اختي سميرة دبرت لي اياها. ها سميرة. شو اخبارك بابا؟ شو اخبار الجامعة؟ عظيمة بابا. ومها شلونك انت وياها؟ ممتازين. مش حدا قالكم غير هيك؟ لا بس حابين نطمن. صحتين وهنا على قلبكم شباب. على قلبي. هاتي عندك. كثير راكزه معك هالنزلت الاسود الله يسلم الديات. بس ليش هيك طالعه حمراء؟ ما عرفت. هي مو اول مره تسالني نفس السؤال. في شيء عم يدور ببالك حابب انك تقول لي اياه؟ يا ابني بصراحة بعد جوز خالتك ما صار مدير عام، خايف انا وامك هالشي يأثر على علاقتكم. من انو ناحية؟ يا حسام خايفين ليتقدم لشي ابن مسؤول وياخذها منك. اطمنوا، مها بتحبني ومستحيل تتجوز غيري. طيب خلينا نتجوزكم لكان. ميت اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل يا سميرة. يسلم والديات. خدي ماما ضيفي لحسن. يسلم خالتي انا راضي ضيافي. طارق خد ماما. بس نحن كنا متفقين انه نزوجهم بعد التخرج، لشو هالعجله؟ طيب شو رايكم نكتب الكتاب هلا ونخلي العرس لبعد التخرج؟ لا لا لا، انا بشوف نعمل القصه كلها بعد التخرج، نكتب الكتاب والعرس سوا، وهيك بتكون الفرحه فرحتين. فرحة زواجه وفرحة تخرجه. شو رأيك هيك يا غالي؟ ما قلت لي شو رأيك بليلى؟ طبخة طيبة. مو بس بتطبخ. بتطبخ وبتغسل وبتمسح الأرض وبتعزل كل شيء. ورح تنام عنا.
اجر اضافي. اضافي؟ معناتها في اساسي. قديش الاجر الاساسي؟ تصور 7000 ليرة بس. بس؟ ايه بزمتك مو لقطة؟ طبعا لقطة. الله الله يا دنيا. قال وحدي لا بتعرف تقرا ولا تكتب ومعاشها 7000 ليرة بالشهر ولقطة. وواحد بيفني عيونه بالدراسة وبيتخرج وبيتوظف 3000 ليرة. نايميني بالغرفة التحتانية 5000. أنا بغسل وبطبخ وبمسح وبطحن بنت كمان. يلا بدك شيء؟ سلامتك، الله معك. صباح الخير استاذ. صباح الخير. خدني على الباب. حاضر. الله يسعد يا الصباح مع مين؟ تفضل تفضل. يسلم لي الوش. شو بهون شواربات؟ شواربي ما بهون شيء مع مين. هنن هيك هنن هيك بهون. شلون هنن هيك؟ مبين انه حدا لعبان لك فيهم. ها لعبان فيهم؟ مين بده يسترجي يلعب فيهم ولو؟ عن مين؟ بدها تكون متخانقه مع شيء مراجع وقام قصل لك ياهم. ابدا ابدا مع مين ما بتخانق مع حدا بنوب، كل مين عم فوت بانتظام ابدا. دير بالك يا صابر على شواربك، هدول مو لعبه لحتى يتراهن عليهم، بعدين مرتك بتطلقك. روح بعت لي ابو عبدو. حاضر حاضر. مع مين؟ ابو عبدو ابو عبدو ابو عبدو. صباح الخير سيدي. بتمر شي سيدي؟ شو شلون شاياتك؟ الاكرك عجام لساتهم طيبين؟ طيبين سيدي طيبين. اذا بتحبوا ببعث لكم البريق لمكتبكم سيدي. إيه لا لا تعذب حالك، بس قل لي عم تغليهم على سخانه الكهرباء؟ عالغاز سيدي عالغاز. اصلا الكهرباء مقطوعه وما عم نشوفها. ترشيد سيدي ترشيد. سيدي بدل ما يقطعوها 6 ساعات يكونوا 6 ساعات ودقيقه. طمني الموظفين عم يفوتوا ويطلعوا على الدوام؟ طبعا سيدي على الدوام سيدي. عم يجوا الساعه 8 ويروحوا الساعه 2. ما حدا عم يجي متاخر ولا حدا عم يروح قبل نهايه الدوام سيدي. بيسلم عليك جارك ابو صفوان، واذا بدك منه شيء قل لي. يعطيك العافيه. برو له شغله. اطلع يا اطلع. يلا عوان لك يا مها يا مها يا هوندا سوزوكي. جاي جاي روميو. لك يلا خذ فيها شوي تاخرت على الكلية. اهلا اهلا. تعي ناخذ هديك السياره هي عم تطفش. تعي ابو عمار. ايه شو حب وصلكم لشيرني؟ لا لا بس الاوبن عم تقطش وخايف تقطعنا بنص الطريق. بدي اياك تاخذها على المديريه وتفحص لي اياها وتشوف لي شو قصتها. وانتو بشو بتروح على الجامعه؟ احنا بنروح بهي السياره. بلكي المدام اعتذرتني. لا لا انا قلت لها
اليوم ما عنده طلعة. أكيد أكيد. طيب مت ما بتريدوا، هاي المفاتيح. وهي مفاتيح الأوبن. كيفك؟ شو هالحلو؟ شلون؟ كل شيء ارجع عطي؟ لا لا بروح محل. سلام. باي. سلام. لكن يا عمي يلي بيركب سيارة المديرية ما بقى تعجبه سيارة حسام. شو قصدك؟ عم تتهرب من توصيلتي بعد المحاضرات ما؟ ايش ما بدها تجي سيارة المديرية تاخذي؟ سيارتك عندي أحلى من كل السيارات. بوصلك بعيوني أنا. حسام؟ شو؟ أنا زعلانة منك كتير. خير أنا بشو زعلتي؟ شلون هذيك المرة بتجيب أمك وأبوك بدون ما تقلي؟ بتعرف إنك أحرجتني كتير قدام أهلي وبتفتحوا موضوع كتب الكتاب بدون ما تقلي؟ فكروني متفقة على هالشي من وراهم. أنا ما بعدتهم، هني راحوا لحالهم. ها. بس أنا فعلاً كان لازم خبرك. طبعاً. أنا آسف، حقك علي. وين تنصرف هاي؟ خلص بعزمك أنا. إيه يلا أمشي. يلا. إذا المعاملة قانونية بمشي لك إياها براسي. طيب طيب على كل حال أنت مر لعندي وإن شاء الله بيصير خير. أهلا وسهلا، مع السلامة. أستاذ طلال. نعم أستاذ. يا ريت تشرف لعندي شوي. حاضر. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. مر. الموظفين وقعوا؟ كل المداومين وقعوا ما عدا الاستاذ ممدوح. هذا انا عفيته من التوقيع. على كل حال هي المعامله ناقصه شويه توقيع، يا ريت تمشي لي اياها بايدك وتجيب لي اياها فورا. حاضر، تمر شيء ثاني؟ شكرا. اطمن يا ابو حاتم. انت يا اخي ليش بصلتك محروقه؟ المدير مشغول هاليومين وما عم بفضل احكي معه كلمتين على بعضهم. شو بعمل لك؟ حظك هيك. خلص خلص اطمن، الآخرة على فاخرة. خلص خلص، مع السلامة. ما بقي غير اني فاضو فيها على المكشوف. انسة امل. خير امرني. شو شايفك تقراني علينا؟ ليش ما عم نشوفك عنا؟ ولو استاذ ممدوح انت بتعرف ما مستغني. في حدا عند المدير؟ لا ما في حدا بمكتبه. ويني بيطلي لعنا، خلينا نشوفك ان شاء الله. قصدك ليش ما حكيت من الصباح؟ ليش بقى؟ حبيت اعملكم اياها مفاجأة. المهم رح ضل معك على طول. يعني انت ما حبيت بقدر باخذها. لا حلوت يا شباب، هلا حلوت. طيب. كفو ابو احمد، خلونا نحضر محاضرة وبعد محاضرة نطلع عليها شو. ايه لا يلا شو علي، سكر سكر. لا تنوع بس لحظة. لا خلاص طالعين فيها. يلا يلا وان. شو رايكم استاذ اسمه بكره يوم جمعة تشرفونا بزيارة انت والمدام والاولاد على المزرعة؟ انو مزرعة؟ مزرعتي. مدامتي رح ينطف قلبها على ما تتعرف على المدام وعلى الاولاد، كل يوم بتقول لي ان شاء الله الله قلهم ان شاء الله الله قلهم. وانا عم بتحيل الفرصه بس لحتى تكون فاضي. المزرعه فيها ما تشتهي. ما شاء الله واضح يا استاذ ممدوح انك انت من عائله غنيه، الوالد شو كان يشتغل؟ ويل الوالد ما له علاقه بالموضوع. انا كل شيء بملكه من عرق جبيني.
والمزرعة ملكك. نعم الملك لله. وعلى أجبينك. على أجبين. برافو عليك يا أستاذ ممدوح، برافو عليك. الحقيقة أنا هي فكرة المزرعة عم تستهويني، مو مشاني، مشان الأولاد يعني، بتسلوا فيها هن ورفقاتهم. طيب تقريبا مزرعة بالمواصفات اللي حكيت لي عنها قديش بتسوى؟ يعني بين 5 ملايين والعشر ملايين حسب موقعها وطيبة أرضها وتوفر المي فيها. فيها غطاس ما فيها غطاس، فيها فري ما فيها فري، كله بيفرق. انت قديش اخذت مزرعتها؟ انا اخذت 3. في كان واحد محتاج لشوية مصاري بده يعمل عملية لمرته، قمت اخذت منه ب6 ملايين مع انه هي بتساوي 15. استاذ ممدوح انت قديش عمرك البركة؟ الله يسامح الوالد. انا عمري 45 بس بالهوية 58. 58. مع انك مبين اصغر من هيك. هذا يا سيدي الكريم اذا اعتبرنا انه متوسط راتبك الشهري 5000 ليرة. ماشي، يعني راتبك السنوي بيطلع 60,000 ليرة. 5 ضربت مع 60,000. إذا افترضنا أنك عم تقبض راتبك من أنت وعمرك 3 سنين، يعني 55 سنة ضرب 60,000 بيطلع 3 ملايين وتقريبا حوالي 300,000. 2,700,000 منين جبتهم أستاذ ممدوح؟ أكيد لقيت لك القية أو ربحت لك ورقة يا نصيب. تمام، مين قال لك؟ على شو؟ على نمرة يا نصيب اللي ربحتها. العصفورة قالت لي. إن شاء الله ألف مبروك. شو قلتوا أستاذ؟ منتظرينكم بكرة بالمزرعة، شوفيركم بيعرف موقعها. إن شاء الله. منين جانا كمان هاد؟ دكتور بيفهم الحساب؟ الو، مرحبا سيدنا، شلونك؟ الله يطول عمرك ويخلي لنا اياك، انت سندنا ما لنا غيرك. رولا بتسلم عليك كثير. ايه الحمد لله كلهم بخير. ايه والله متضايق شوي، متضايق. هذا يا سيدي المدير العام الجديد اللي جانا. يا اهلا وسهلا، كيف صحتك؟ الحمد لله. وحسام كيفه؟ بخير الحمد لله. حطيه انا بضيفه. يسلموا هالايدين. الله يسلمك، تفضلي. يسلموا ايديك. يا اهلا وسهلا. شلونها معك؟ ممتازه، مرتبه ومتقنه. يعني مريحتك كثير؟ الحمد لله، كنت خايفه تطلع مو منيحه يقوم يسود وشي. وشك ابيض على طول. ايه اختي، مالك ناوية تعملي لك شي حفلة نعزم عليها رفقاتنا وقرايبينا؟ معك حق. الله وكيلك اكل وشي، كل ما شافوني او سمعوا صوتي عم بيطالبوا بالحلوان. يا اختي بدهم حلوات. انا لازم اعمل حفلة ضروري، بس مو هلا، على مهل شوي. ووين رح تعملي لنا الحفلة؟ هون، البيت كبير وبيسع. هو من جهة بيسع، بيسع، بس شو؟ يعني عدم المؤاخذة اختي، لازم تغيري هالفرش وتشتري لك فرش يليق فيكي وبجوزك. معك حق، انا من زمان بدي اعمل تغيير للعفش. طيب اختي شو رأيك ننزل هلا على السوق وننقي ونتفرج؟ بصراحة اختي ابو طارق منبه علي ما اشتري شي بدون علمه. ايه بس نحنا ما رح نشتري هلا، نحن بس رح نتفرج ونلاقي وبعدين انت بتقلي له. اذا هيك ماشي الحال، رح رتب حالي وجيب جزداني واجي. اختي كل الجاتو. بتعرفي اختي انا عامله رجيم. هلا اجي الرجيم تبعك لليوم. يلا مشانك رح اكل. قال عامله رجيم، قال هلا بعد الرجيم. هيك جوزي بده.
برد كثير برا سميرة؟ مو كثير. أميرة يلا أنا جاهزة. يلا عجلي. ليلى يا ليلى. نعم مدام. تعالي من الفناجين يلا أمي. باكر كثير لسا؟ عم باكر. لمي الفناجين. إذا حدا سأل علي أنا بصير. ما بطول شي ساعة. يلا أمي. يلا ما في البيت منيحة؟ تكرمي مدام. السيارة ليكون بعتي شوفير لشي محل ونسياني. ابدا ما بعته لمحل. لك وين راح؟ ما بعرف. معقول تكون ليلى بعتته على السوق مشان خضره؟ بجوز. ليلى يا ليلى. أهلين أميرة، شبك معصبة؟ من الشوفير الزفت. شو بو شوفير؟ جيت بدي أطلع مشوار أنا وأختي، ما لقينا سيارة، أبصر وين عم يلف فيها. طيب طيب طيب، هدي بس يجي منفهم منه وين كان. لازم تعاقبه مشان تاني مرة ما يعيدها. خلينا نسمع منه بالأول وين كان بعدين منشوف. وأنا شو عمل بحالي هلا؟ أجلي الزيارة أو الغية. ما بقدر. خدي تاكسي. بالله شو؟ أنا مدامة المدير العام اركب تاكسي؟ بدك العالم تضحك علي؟ طيب انتظري الشوفير ليرجع. وبركي ما رجع للظهر؟ طيب شو عمل لك؟ بعتلي سيارتك. طيب 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 حاضر، ربع ساعة بيكون عندك. أنسة أمل، عدي محل أستاذ طلال على المكتب وبعتيلي أبو صالح. نعم دكتور. أبو صالح خلي الشوفير يروح على البيت، مدام عاوزته بمشوار بيقضيه وبيرجع لي بسرعة. حاضر على عيني. وغيره؟ سلامتك. أعطيني المرقب. ألو ألو. احترامي سيادة المدير، هون موجود عندي سيدي. شو عم يعمل عندك؟ سيدي عم يفحص سيارتكم الأوبل. الأوبل؟ شو جاب الأوبل لعنكم؟ سيدي الإساسة يا أبو خير الله يخليكم يا قال إنها عم تقفش، فبعتها مع السائق مشان نفحصها. فحصناها ما طلع فيها شيء. على كل حال نحن غيرنا لها البلاتين وطقم بواجي جدد أضمن. والمرسيدس وينها؟ مع الإساسة يا سيدي. مع طارق. خلي الشوفير يرجع الأوبل للبيت ويستلم سيارته المرسيدس، وفهمه ما يسلمها لأي شخص مين ما كان. حاضر سيدي. وعمل لي فاتورة بهاد البلاتين وطقم البواجي وبعت لي اياها المديرية مشان ادفع لك اياهم. ما في شيء يا سيدي، منخرجهم على حي الله السيارة. عميل مثل ما عم اقول لك. تأمر سيدي. المدير العام بمكتبه؟ ايه مكتبه. لا انا سامر، سجلي لي رقم المعاملة عندك. سرعة تسلمي لي. طيب. صالح. نعم. كاسة مي الله يرضى عليك. يا عيني يا عيني على العنب الزين. هلا خلصني. تفضل. صحة. تمام. تسلم عليك.
تفضل يا سيدي. هاي المعامله صارت جاهزه. خلصت على الاخر؟ على الاخر سيدي. ليش عم تلهات؟ يا الله يعين بقيه العالم. اذا انا بموقع مسؤوليه طلعت ونزلت على الدرج 30 مره. المعامله سليمه؟ سليمه سيدي. قانونيه 100%. لمين بتحبون سلمها سيدي؟ لا اترك لي اياها، انا بوصلها لصاحبها. خير استاذ، شايفك مزعوج في شيء؟ لا ما في شيء، سلامتك. تأمروا شيء؟ بعتي يا ابو صالح. حاضر استاذ. ابو صالح. نعم نعم. كلم سياده المدير. حاضر. نعم دكتور. ابو صالح فيل الباب وطلع لي اواعي التنكر والحمي. على عيني. صباح الخير مخنوم. اهلا 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 يا اخي ابو عباد. اهلا يا اخي اهلا يا اخي. طمني ان شاء الله زادوا شي توقيع. توقيع هاي وين؟ شو؟ اجي 10 مخنوم صدق عالي 10 توقيع يوم واحد؟ معقول؟ لا سدي سيدي سدي، معاملتك مو محزنه، كل شغلتها 10 15 توقيع. بتصدق في توقيع بقي منيمها شهر كامل. ايه ما كان العطل من اللي بده يوقع، كان العطل بالمعامله نفسها. ما فهمت شلون يعني؟ انا يا سيدي معاملتك نعساني، ما صدقت فوت على درج الا اخذت لها غفوه. رحت عاطيها انا قبلتين ثلاثه فيتامين، خليتها تنط. هلا صفي علينا توقيع المدير العام. امبارح بعد ما تركتها سمعتهم عم يقولوا انه هذا المدير العام شيء عقده. عقده؟ شو قال لك كمان؟ وبيقولوا كمان انه طبيب جراح، ما بيفهم لا بامور الشركه ولا بمعاملاتها. المعامله الصح بيرفضها والمعامله الغلط بيوقعها. لا هو بيقولوا كمان بيعد على اصابيعه حق بغراء اللي ربي عد العشره، بقى معامله بيرفضها ومعامله بيوقعها. بس ان شاء الله ما تيجي معاملتي على اصبعه الرفض، منكون ساعتها ما استفدنا شيء منه. سيدي الا الله. عجلة بقرة. وما قالوا لك ام عميش وام لا لا ما قالوا. طيب شو رايك انه معاملتك فاتت لعند السيد المدير العام وطلعت مثل نسمة الهواء؟ شو عم تقول؟ عم تحكي جد؟ شو هالحكي؟ ايوه انا ما مصدق عيوني. لا سيدي صدق واحكي له لهدول تبع الحجر بقرة انه المعاملات ما بتكون بتنام عند المدير العام. والله معك حق. يا سيدي قل لي قديش كلفت؟ يعني قديش كلفت؟ ليش انت ما حاطط له طوارئ؟ انا حاطط. خلص معناتها الحكومه واصله حقها. لا بقصد يعني انت الا ما تكون عملت لك رشه هيك او تبخيره على الموظفين لحتى قدرت تحصل على التوقيع كلهم بيوم واحد. شوف انا كان لازم اعمل هيك من زمانها، هن نصحوا لي بس انا ما صدقت. ما صدقت. هالمره نبدت معك، لا بخرنا ولا رششنا. خلص ولا يهمك، بس المره الجايه بشي معامله ثانيه إذا اضطريت أنا بخنيخ أو رشريش رح مر لعندك. حبيبك الله يجزيك الخير. على راسي يا أخي أبو عماد. أبو إياد الله يرضى عليك. الله معك. أخي أنا بعرف إنه معاملتي ما لها قانون، لكن ليش إجيت لعندك؟ أنت دبرها مشيها وأنا مش بطريق جاهز. هلا أنا ما بحب أستفيد بس معاملتك ما رح تمشي لو بتدفع لمصاري الدنيا كلها ما رح تمشي. ليش يا أخي؟ كل هالقد المعاملة صعبة؟ في معاملات أصعب منها بكتير وعم تركض رقيق. مظبوط. معاملتك بدها توقيع الأستاذ أبو شريف وهو مستحيل يوقعها، فأحسن لك ما تعرض عليه منوب ويمكن يرفع فيها تقرير للمدير العام شلون مشيت بمديرية دمشق قبل ما توصل له، وهيك بتخرب بيت اللي ساعدك ومشالك إياها. يعني ما لها حل. ما في شغلة بهالمديرية ما لها حل وأنا موجود. ومين حضرتك ولا صغرى؟ هلا انت شو بدك بحضرتي؟ ما بدك معاملتك تمشي. وانت بيطلع بايدك مشيها؟ طبعا. متأكد؟ لو مالي متأكد ما كنت عرضت حالي عليك. هلا بتشوف شلون معاملتك بدها تمشي في الريرة. كرسي امي. اذا بتمشيها انا مستعد ادفع لك من 1000 ل 100000. معاملتك فيها شيء مو قانوني؟ يعني هيك شيء. إلا تكلم
ما في بالقانون شغلي إلا وإلا بخشي. نحن ندور على البخشي تبع القانون الشطة والنطة لا تمرق معها بلدك. أخي دخيلة تدور لي على هالبخشي وشدة ونطة مثل ما بدك، بس تستر عرضك مشيلي هالمعاملة. لا تضر حالك، ما رح يقدر يعمل شيء. الأستاذ أبو شريف حافظ القوانين كلها عن غيب وحافظ كل تفسيراتها ومخاويجها، ما رح يوقعها يعني ما رح يوقعها. لك أخي أنت ليش عم تقطع بلسانك؟ من شان ما تضيع وقت وتخربوا بيتي اللي وقعوها لحتى وصلت لهون. طيب بتشارك إن المعاملة رح تمشي في الريرة؟ بشارك ونقي الشرط يلي بدك إياه وأنا جاهز. ماشي يا سيدي، من فركة إذن لفركة مناخير. هلا هذا هو الشرط؟ الشرط مو بقيمته المادية، الشرط بقيمته المعنوية. ماشي الحال، قبلت. أعطيني المعاملة. أعطيها. وين هذا غرفته بشرشان؟ هذيك الغرفة على اليمين. ماشي، سكر شوي. هذا حالي. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بالشراشيف، شلونك؟ شلون الصغار؟ ان شاء الله ما في مشاكل. شبك؟ شو معرفني؟ بدك ما تاخذني، ما عرفتك يا سيدي. مو ضروري، بعدين بعرفك على حالي مشان ما تدخل الصداقه على الشغل. انا ما بحب ادخل شيء على شيء. طاح يا اصبعي، طاح اليوم صبيح. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم اخي، شو بتريد مني؟ قل لي شو بدك مني وخلصني، مالي فاضي لك، عندي شغل. هلا هذا اسمه شغل؟ ايدي على راسك يا شريف. هلا الراتب اللي عم يعطوك اياه باخر الشهر من وراء الشغل اسمه راتب؟ هي مسخره. اخي حكي طالع نزل ما بدك، بقدر اخدمك بشيء اللي بسرعه، لا تضيع لي وقتي. لا بس بدي تشخط لي توقيعك الكريم على المعامله. سجلها بالديوان بالاول. بدك تشوفها؟ ما بشوفها الا بعد ما تستوفي كل الاجراءات القانونيه. لعيونك تاش راسي، ربع ساعة وراجع لك. متشرف. ابو الشراشي، هلا عن جد انت ما عرفتني؟ بدك ما تاخذني، ما عرفتك. لا ما حبيتها منك هي تاش راسي، طلع فيه مني انا. لا تعذب حالك، لو بتكون اخي ما راح اشوف المعاملة قبل ما توصل لعندي بالطريق الرسمي. ايه مو غلط، بس يعني ما عرفتني؟ قلت لك ما عرفتك. معناتها شغلنا مظبوط. ما عرفني. مسيت. شريف. شو هذا معتاد؟ علمي علمك. على عيني وغيره. كيلو بصل؟ ايه على عيني. لك لسه امبارح شفت لك بطاطا. طيب حاضر. حاضر. يا ريت تطلب مني كل هالطلبات. ايه بس لو تسرق شعرك. ماشي. يعطيك العافية استاذ. الله يعافيك. لحظة من فضلك. لك خلصيني، ماني فاضي لك، عندي شغل. مع السلامة. ايه مع السلامة. لا استاذ، ليش قطشت مخططك؟ قطش انا ماني مستعجل. اخي هي مرتي، اذا بدي خليها تحكي ما بتخلص لاخر الدوام. هذا استاذ اذا بتريد سجل لي المعامله. يا على عيني. خذها لعند الاستاذ فرحان، خلي اشر عليه. شكرا استاذ. على عيني، مع السلامه. شو مشي الحال؟ حولنا لعند الاستاذ فرحان. ايه انا بدل لك على غرفته، امشي. ان شاء الله انا بدي فوت له اياها. لكان انا. اخي ليش عم بتفارق مصاري لكان انا؟ انا مش عم مشي لك يا عند ابو شريف، انا اختصاصي ابو شريف. شو نسيت؟ لا ما نسيت. ايه بدي افرك له من خاله لابراهيم. امشي. اعطيه رقم حساب 101 عندك يا هوية. اني في انا خدم. يعطيكم العافيه. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. مو استاذ ممكن تاشروا لي هالمعامله؟ ايه على راسي، ثواني بكون معك. شو فرحان؟ ما بدك تحل كلمات متقاطعه تبع اليوم؟ روح على مكتبك، كلمات متقاطعه على البيت مو هون، يلا على مكتبك شوف. شو لساك خايف وقصه العصفوره؟ اللي مين بدك تشرفني؟ شو عند ست فاطمه؟ شكرا. يا اهلا وسهلا. ممكن تسجلي لي المعامله؟ ايه على عيني.
اخ اخ يا امي اخ اخ يا امي اخ اخ يا امي اخ امبارح طلعت من هون وشي على السوق، رحت الله وكيلك دورت على لون سرقوني ما كنت لاقي بكل السوق. انت عملت بنصيحتي، جبت بدل الاصفى اسود. هون محل عمل مو مشغل صوف. سكري على حكي الصوف وتفضلي روحي لمحلك، بالبيت اشتغلي على كيفك. شو عم تحكي؟ طول عمرك تشتغلي كنزات هون بالمديرية لجوزك ولادك، شو نسيتي؟ شو صار لك هلا؟ تفضلي على محلك، تفضلي على محلك. الحكي كان على ايام الست منال، هلا انا رئيسة القسم وانا ما بسمح بتضييع وقت المراجعين بشغل الصوف. تفضل عندي استاذ سليم. شكرا يا سلام. اهلا وسهلا. مرحبا استاذ سليم. اهلين وسهلين يا ميت، اهلين وسهلين. يا ريت شوف لي المعامله. يا ريت غب لك شي ساعتين ثلاثه وترجع. بس انا مستعجل، يا ريت مشيني اول شيء. شلون بدي مشيك حبيبي؟ شلون بدي مشيك؟ مالك شايف جبل قدامي، جبل طلبات على عيني وراسي، بس يخلصوا من عيني هاي قبل هاي، على راسي على نافوخي من فوق، اول واحد مشي. نظام نظام، حلو النظام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلين وسهلين اخي موفى، تعال عندي لشوف، شو الموضوع؟ إذا كانت استاذ سليم، دبر لي هالمعاملة مستعجل. على راسي إلك هي يعني؟ معرفة. معرفة. أنا طبعاً الدوام شوفها. قول يا رب. مهونة، طمني إن شاء الله هديت الأمور مع مرتك. بعدين بحكي لك، بعدين. والله قلقان عليك كثير. شو أستاذ؟ شايف الدور صار شوربة. عرفته مين هاد بالأول؟ لا، ما عرفته. يا أخي والله غصب عني، هاد بيكون ابن عمه اللزم للمدير العام. ها؟ ابن عمي. طيب أخي، شو بيصير هلا إذا مشيت لي معاملتي قبل هاي المعاملة؟ مبين عليها إنه صاحبة تاركة وما له مستعجل عليها. أخي ما بيصير، شو عم تقول أنت؟ يعني إذا الرجال ما له موجود أنا بسحب أدبارته وبحطها بالسفر؟ إيه ما بيصير هذا الحكي، بنوم ما بيصير. هيك بهالحالة أنا بكون عم خون ضميري، بكون عم خون الأمانة. بتريدها أنت؟ لا، بس عجل لك شوية. عم بشتغل، شو شايفني عم بلعب؟ شو لساتك واقف لهلا؟ أهلين سيد سليم، أهلين ابن أجازي. شو بقى وين طاحش؟ شو الموضوع؟ سيد هات شوف شوف لي المعاملة. وأنت مين بعتها؟ المدير العام. المدير العام؟ المدير العام؟ إيه أنا أخوه للمدير العام، وإذا مالك مصدقني مسيك اتصل. لا 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 اخي ما بدي اتصل ولا شيء، مصدقك. بعدين بيقول متى لا تنام بالقبول ولا تشوف منامات وحشه، وقالك ياها وبوشك لعند ابو شريف على التدقيق. يسلموا تاج راسي. مهو شرفتنا. سهلين. صحيح سيد سليم، بدك شي خدمه من المدير العام؟ من اخي يعني. بدي اسالك عن جد، المدير العام اخوك؟ تفضل. لك انا اخي اللزم. اخوك اخوك؟ ايه خي البي. طيب بدي اقول لك هيك شغله كثير كثير بسيطه، شغله صغيره. ايه مول يا سيدي، انا بشتغل نجار عربي. إيه؟ وصاحبت لي شغله هيك فرفوره كثير، شغله سريعه، يومين ثلاثه وفيها مربح محرز. بقى شو رايك؟ في عندي طلب، فقلت له يا مشان وقع لي. امسك شوي. هي الشغله مو محرزه، هي حطها بالبريد توقع. بدنا شيء طلب هيك متسم اكثر. هو اللي صار فيه، انا كنت حطيتها بالبريد بس. إيه؟ الاستاذ ممدوح ما بيرضى، ما بيوقعها. ليش؟ مسيك مسيك خليك يا مشان. ايه هذا الاستاذ ممدوح، كل شغله بتجيني دائما بده نصح الصبح. ايه لا اذا هيك لا يهمك، بكره بتاخذ طلب فوتو لعنا اخي المدير العام وانا بخليه يوقع لك اياه. لا تحطه بالبريد باليد. الله يخليك. اهلين تاج راسي. اهلين وسهلين. جري جري اشبهوا. هلا صحيح انت اخوه يعني اخوه للمدير العام؟ انت شو رايك؟ ايه ما بعرف، خيلتني. معقول يعني اخوه للمدير العام يلبس هيك لبس؟ مو معقول. ايه بس كنت عم تحاكيه بثقة. شو فيته؟ فيته ان شاء الله. انا ما كنت عم حاكيه بثقة، كنت عم بشتبه عليه. طيب سيدي، هي المعاملة وصلت لعند ابو شريف، ارجيني شرطك لنشوف. ايه شرف سيدي، لحظة خوف سيدي. هات شرف. هه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 ه
السلام عليكم. مرحبا يا شراشي. شلونك؟ مرحبا بالشراشي. ايه سيدي، هاي المعاملة سجلناها بالديوان، داخلت من غرفة لغرفة لوصلت لعندنا. لمين هاي المعاملة؟ إلك؟ لا ولي، هاي لواحد صاحبي. رجعله يا لصاحبك قبل ما اخرب بيته وبيت اللي مشاله اياها بالمديريه الفرعيه. ليش شو فيها المعامله؟ المعامله مو قانونيه، واذا صاحبك قدر بطريقه ما يمرقها بالمديريه الفرعيه فعندي مستحيل تبر. ليش يعني المديريه الفرعيه دوله مستقله، مو نفس القانون بيطبق هون وهنيك؟ لا، القانون واحد، بس المشكله باللي عم يطبق القانون. يا نعال معناتها محلولة. مسيف سيدي، لكان مضينا تحت توقيعهم. ايه ما تبين على توقيعهم مثل ما مضونا مضينا. عمي انت مبين عليك بدك تسلى وانا مالي فاضي لك، عندي شغل. معيتك تجرسي مشي. ما رح اوقعها، واذا ما بتطلع من مكتبي هلا رح حول معاملة كلها للرقابة والتفتيش لحتى يحققوا بالطريقة اللي مشيت فيها بالمديرية الفرعية. برافو عليك. يعني ما لحلي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ايش بك ليش معصب؟ خلص خلينا ناخذ ونعطي. خلص دبرت هون، ما في حدا غير أنا وأنت. هون أخونا مو غريب، تاج راسي. وإذا حاسب حساب المدير العام لا تخاف منه، رابطينا معه نحن. أنا ما بخاف لا من الوزير ولا من المدير العام، أنا بخاف من ضميري. برافو. ايه بس يعني هذا الضمير صار موضة قديمة مع الحدا لبسه. انا بدي لبسه، الك عندي شيء؟ موضة قديمة وعاجبني، اخو مرائي شيء؟ لا اخو مرائك ولا عديله انا، بس يعني انت افهم من بقية الموظفين اللي وقعوها. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، اخي هن الصح وانا الغلط وما بدي وقعها، وهي عندك المدير العام، روح اشتكي له. لا تاج راسي، هي ما حبيتها منك، شو اشتكي؟ سيدي كل مشكلة ولا حلال. الله يعطيه العافية تاج راسي. الله يعافيك. ايدي بسلام. بس ايدي بسلام. من خالي بسنارك ملكي تدبرنا يا. شوف حبيبي، لا تحاول وتتعب حالك، أبو شريف حافظ القوانين والمراسيم والأوامر الإدارية المعمول فيها بشركتنا، يعني بيعرف كل كبيرة وصغيرة فيها، وإذا قال لك معاملتك غير قانونية فلازم تسدد. يعني ما رح يوقعها؟ مستحيل، لأنه مشان مشكلة من النوع، المدير العام السابق كسره من معاون رئيس قسم لموظف عادي، فلا تتعب حالك ما رح يوقعها. سيدي إلنا الله. الله للجميع. لك بس لك خلص. الله معك، سكر الباب وراك.